مشاهدينا، وللحديث أكثر عن زيادة أسعار العقارات في العراق وارتباطها بعمليات غسيل الأموال، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ارتفاع كبير في أسعار العقارات في العراق يربطها البعض بشراء غير مسبوق وجنوني للعقارات من قبل سياسيين وقادة في الميليشيات، لماذا يتجه هؤلاء إلى شراء العقارات ويتسببون بارتفاع أسعارها؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرابعة. حياكم الله. المعروف عند كل العراقيين الميليشيات التابعة لها هي من تسيطر على موارد الدولة العراقية برمتها. نعم. وهناك من رموز الفساد من تحدث صراحة عن تضخم الأموال عند عناصر الميليشيات، والتي ارتأت أخيرا أن تتجه لسوق العقارات وشرائها بأسعار باهظة بعد أن فقدت أرصدتها في أوكرانيا ولبنان. نعم. لذلك اتجهوا لهذه السوق بشراء المنازل أو العمارات وفي الأحياء الراقية جدا، وهي أيضا تنفيذ لأوامر أسيادهم كالحدود بإحداث تغيير ديموغرافي لأحياء معينة والسيطرة عليها طائفة. المختصون أيضا في مجال العقارات يؤكدون أن زعماء الميليشيات يشرفون على شراء العقارات في بغداد. السؤال هنا، هل هو نوع من أنواع الاحتكار للسوق أم للتغطية على عمليات الشراء؟ نعم، الميليشيات ودهاقنة الفساد من المافيات التي تدربت على يد الاحتلال الأمريكي والإيراني من الطبيعي أن تشرف إشراف تام على عمليات الشراء أو الاستيلاء على هذه العقارات، وهي أيضا محاولة للسيطرة على هذا القطاع ليكون سبيلا آخر لتمويل فسادهم واحتكاره لمصالحهم الحزبية والميليشياوية. هنا أيضا السؤال يطرح نفسه، إلى أي مدى أثرت عمليات الشراء الكبيرة والمستمرة للعقارات من قبل سياسيين وقادة في الميليشيات على العراقيين والبسطاء الراغبين في اقتناء بيت؟ نعم، لقد أثرت عملية الشراء بأسعار خيالية على إمكانية أغلبية العراقيين على شراء دار سكن لهم، لأن سعر المتر الواحد قد ارتفع في مناطق مثل اليرموك والداوودي والمأمون إلى 10 أضعاف ما كان عليه بعد أن توجه الفاسدين للشراء في هذه الأحياء وغيرها. كما ارتفعت أسعار العقارات، انعكس هذا الصعود الجنوني في هذه الأحياء على أسعار العقارات في كل أحياء بغداد نتيجة لهذا التوجه. أيضا عمليات غسيل الأموال تلك والتي وجدت في العقارات سبيلا لها، هل تصاحبها عمليات في الخارج لغسيل الأموال فيما باتت ظاهرة تهريب الأموال العراقية ظاهرة يعني مشهود لها؟ تعتبر المتاجرة بسوق العقارات والمساهمة بشرائها بأسعار غير معهودة سابقا في وقت تعاني المناطق من نقص حاد وواضح في الخدمات هو باب من أبواب غسيل الأموال للجهات الميليشياوية والحزبية، وحتما ستكون هذه المافيات على ارتباط مباشر بمافيات وعصابات خارجية وبرعاية المحتل الغاشم سواء الأمريكي أو الإيراني، وحتى الاحتلال الإيراني الذي يعمل بغطاء دولي واضح في السيطرة على المقدرات العراقية. البعض ربط بين قرار وقف البنك المركزي العراقي، التعاملات بين البنوك اللبنانية والعراقية، وبين عملية تهريب الأموال وغسيلها من قبل السياسيين والميليشيات، هل هناك علاقة؟ البنك المركزي العراقي أوقف التعاملات وتناقل الأموال من المصارف اللبنانية إلى المصارف العراقية أو مصرف الرافدين في بيروت، هي محاولة أيضا منه لوقف نزيف العملة الذي أودى بالدينار العراقي بفقدان قيمته برغم الاحتياط العراقي الكبير. لكن عمليات النهب للمال العام لصالح أحزاب وميليشيات وأشخاص فاسدين جعل من المستحيل أن يتعافى الدينار العراقي في ظل هذه الفوضى الاقتصادية ونتيجة للسيطرة الأجنبية على القرار العراقي. الدكتور يحيى السنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لك.